بكم الناس الكل، صحة شريبتكم كخلطوا تسمعوا فينا طبعا تسمعوا في سهرين حتى للحداش متاع الليل. ثنية زينة لكل مستعملية طريق، سيسر ويحكم في ثنية، فما شوية سيركولاسيون إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله تمشي وانتم زهين البلايس الكل. دونك ناس خرجت قاعدة تاخو في دبش العيد، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما مونسينكم بالموزيكا البنينة، سيرتو بالضيوف اللي نورونا بحضورهم بحذنا هنا في استوديو شمس فين. فرحان باستقبلوا أحد نجوم رمضان الممثل مهذب برميلي، اهلا وسهلا. مرحبا سهيل، شكرا على صحه شريبتك. صحه شريبتك وصحه شريبت كل الساده المستمعين، وانا سعيد سعاده خاصه خنقول المره بحضوري معاك. يعيشك. وانا زاده خاصه، وانا زاده بالحق نفرح برشا كي تجي بحضنا. احترام ليك طبعا. وانت زاده مرحبا مهذب، نفرحوا برشا بوجودك بحضنا، ونفرحوا برشا بنجاحك زاده. شو يختلف نجاح عامله ولا على نجاح السنه مهذب؟ شو يختلف نجاح عامنا ونجاح سنة؟ شوف، هو نجاح عامنا ونجاح سنة ونجاح العام اللي قبله اللي قبله، أما نحكيه على الكونتينيتي نتاع حرق بالنسبة للحرق. نجاح عامنا، خنقول أنا كان أسهل شوية أسهل شوية، على اعتبار أنه أول جزء، أول يعني أول مرة باش تقترح حاجة على العباد، وإحنا نعرف وأنا ديما نقول فما ثلاثة معطيات أساسية، ما فيش برشة فلسفة في الحكاية. إذا كان عندك سيناريو مكتوب بالكدا، وعندك تصور إخراجي فيه رؤية واضحة، وعندك ممثلين فما الحد الأدنى على مستوى الأداء والكفاءة، ألور تقول أنت معناها موازين النجاح موجودة متوفرة. فكنا نتوقع أنه العمل باش ينجح، لكن إحقاق الحق زاد ما كناش نتوقع باش ينجح بالطريقة هذيك. الصعوبية السنة، وهذا هو الأصعب، كيف تحافظ على النجاح. اي جوستومون، مسؤولية كبرت. مسؤولية كبرت، الجمهور موجود، اوكي عندك جمهورك من عمنا يستنى فيك، وفما زاد جمهور اخر وقع استفزاز وسمع ويحب يخلط السنة ويشوف هل العمل اللي حكيوا عليه عمنا ولا نشوف السنة شنو. كيفاش انت تحافظ على الجمهور؟ هذا هو الأصعب، هذا هو الأصعب، خاصة انه الجمهور بيسير الأفق الانتظار بتاعه ديما اكبر. الجمهور وصل معناه بناء علاقة كبيرة مع المسلسل، لدرجة انه ولا هو يكتب في السيناريو، معناه هو اللي يتصور في الشخصيات شو مش يصير لها. فساعات عمل له خيبه، معناها مش اللي ينتظروا عن شخصيه هو اللي يلقاه، كيفاش تقنعوا بالمقترح هذاك الجمالي ويتبعك فيه؟ خاطر انك تعرف ساعات العباد يوصلوا يندمجوا شويه مع الشخصيات لدرجه انه معناها بقوسين ينساو هذيك هي خصوصيه الفرجه، ينساو بقوسين اللي هو اللي هو اللي هو تمثيل كوافة، واللي هو يرى روحه في الشخصيه، واللي هو يبني لها مسار معين. بعد انت كمقترح ثاني في الجزء الثاني بيصير مش المسارات اللي انتظرها باش يلقاها الكل. فكيفاش انت تحافظ عليه؟ وكيفاش هاني قلت لك الصعوبيه مش في النجاح، مي في الحفاظ على النجاح. شنو يختلف في الفيدباك مع عند الناس؟ معناتها مش كيما اول مره، كيما لا كونتينيتي، معناتها اليوم الناس شنو قالت لكم بارابور عام ناول؟ السنة مثلا فما يجادلك كما قلت لك في الشيء اللي كنت نحكي فيه، معناها فما في هذا في بين افق الانتظار بتاعه وبين الشيء اللي صار. مثلا كما تلقى وي هذا شكون تتوقع، كما تلقى لا علاش مش هكا، كما تلقى يا مش ما كنتش نتصور المسار باش يكون للدرجه هذه. مثلا نحكي في بعض الوضعيات في بعض كذا بالنسبه للشخصيه، فما السنة فما ديالكتيك مع المتقبل، فما ديبا عم نقول فما انبهار اكثر، فما قبول، معناه انبهار وتفاعل، تقول انت وجداني اكثر. السنة تفاعل ولا عقلاني ولا يناقش كوا، فهمت؟ ولا فما رياكسيون اكثر من عم نقول به حرقه سنة. فما بليزيور اكس عم نقول حرقه ظاهر حرقه، دونك نحكيوا على الحرقه والمشاكل نتاعها والظروف نتاعها وكل شيء. السنة فما الاكس اللي بعد الحرقه، اك الجنه الموعوده اللي نحكيوا على ايطاليا، الضفة الأخرى، نحكيه على الإرهاب، نحكيه على الضفة الأخرى اللي موجودة في تونس اللي هو المصب. معناتها اليوم ليزاكس الكل اللي موجودين في حرقة اثنين، هل وفق أنه في الطرح متاحة وصل بالكدا ولا ونهي الكفة ونهي الكفة اللي ملت على الأخرى؟ شوف ايش اقول لك، هنا المغامره، هنا المغامره. هو على فكره ليزاكس اللي تحلوا جدد، لاحظنا انهم هما ما تحلوش، فما ساعات تلقى ليزاكس في الجزء الثاني يهبطوا، معناها تقول انت باراشوتي على اوركي. ليزاكس اللي تحلوا احنا تحلوا في علاقه بالحرقه، في علاقه بمسار الحرقه، يعني المصب تحل عن طريق شخصيه وجيه الجندوبي اللي ولدها حرق وظروفها ولات قاسيه وما لقاتش حلول فمشت تختفي المصب. يعني حتى المصب، حتى اللي هو تقول انت ما عنده حتى علاقه بالحرقه، هو تحل في علاقه بالحرقه بشكل او باخر.
فهمت كل الوضعيات طبعا اللي صارت في ايطاليا بالنسبه للشخصيات اللي صارت لهم في ايطاليا كلهم في علاقه بالحرقه بشكل او باخر. يعني تحلوا ديزاكس ولكن ديما في علاقه يا مباشر او غير مباشر بموضوع الحرقه. يقعد لهنا ونهم ديزاكس اللي قاعد تفاعل معهم اكثر وناول ديما ديما عمناول كان تقريبا الفضاء شبه مغلق، يعني ثم تقريبا شبه فضاء موحد معناه ياما في شقف ريناهم او في تشانترو وعندنا الفضاءات اللي في تونس. اثناء الفضاء ولا مفتوح اكثر معناه قعد عندنا الفضاء المغلق اللي هو السجن، لكن عندنا الشخصيات الاخرى في فضاءات مفتوحه. يعني تقريبا الشخصيه الوحيده هي شخصيه صاروخ قاعد في فضاء مغلق والفضاءات او الشخصيات الاخرين الكل خرجوا الفضاءات مفتوحه. فطبعا ديما الفضاء المفتوح مش كما الفضاء المغلق، الفضاء المفتوح فيه اكثر هو يعني عكس في اكثر تفرعات فيه مش كما فما ما يسمى بالتكثيف الدرامي، مش كما تعمل التكثيف الدرامي على وضعيه دراميه في شخصيه قاعده في فضاء مغلق كما في فضاء مفتوح فما يتحلل لك برشا حاجات اخرى اللي كيفاش لهنا كيفاش انت تقعد ديما تهز المتفرج كل الاثنين اللي حاشك بيها كل المسار اللي حاشك بيها على خاطر بيصير اصعب العمليه، اصعب حقيقه اصعب، وخاصه انه كما قلت انت مش كما تحكي في موضوع واحد كما ولو المواضيع الاخرين عندهم علاقه به، لكن تحب ولا تكره مواضيع واحد كنقولوا مصب يجي مسلسل وحده معناه صحيح، كنقولوا السجن يجي مسلسل وحده كنقولوا ف كيفاش مع هذاك التقديم رابط الخيط اللي هو الحرقه. اصعب العمليه اكيد اصعب، لكن يبدو لي هل وفق؟ يبدو لي انه وفقنا على الاقل الى حد ما. كيفاش كانت ظروف التصوير؟ كسوسوا في ايطاليا في مختلف لي بلون اللي موجودين في حرقه. اجمالا هو بصراحه اسهل شويه من عمناول، لانه يعني عمناول شو تغير عمناول التصوير سيرتو، يعني خلينا نحكي حتى كمردوديه جسديه معناها بصراحه. يعني عمناول 24 يوم في البحر يعني استنزاف، معناها استنزاف حقيقي. فاسهل شويه على الاقل خلينا نقولوا على المستوى الجسدي، لكن هذا ما ينفيش انه اللوجستيين كانت اصعب العمليه. يعني انك تنظم تصوير في برا في ايطاليا الفتره الزمنيه كبيره يعني مو سهل، العمليه التنظيميه ما كانت سهله شويه بصراحه يعني. وهذا هذا موضوع انتاجي لكن ينعكس بشكل او باخر، رغم انه احقاق الحق وانا يعرف اللي انا ما نرميش الورود، لكن اجتهدت الجهه المنتجه في ان تحاول ان تكوفري المجموعه وتخلينا يعني نخدم في ظروف ملائمه بالقدر المستطاع، لكن طبعا تقديمه فما انعكاسات علينا صغيره تصير مثلا. تعدينا بظروف شويه قاسيه شويه في ايطاليا، تعدينا بشويه ظروف قاسيه يعني لوجستيا وتنظيميا، لانه كما قلت لك الحكايه مربوطه ببعضها. مو سهل زاده في ايطاليا او في اي بلد اخر، مش كما تصور في بلاد كما تصور برا، تحب ولا تكره معناها لهنا لنا حتى بعلاقات بسيطه انا نستحق حاجه نهز تليفون نكلم سهيل، غادي شكون يتكلم معنا فهمت يعني غادي صعوبات لوجستيه، يعني اللوجستيه صعيبه شويه بيصير تنعكس علينا احنا، تنعكس علينا تحب ولا تكره معنا الضغط هذاك، رغم انه كما قلت لك الجهه المنتجه تحاول ان ما يتعدلناش، لكن يتعدينا نحسوا انه فما ضغط ان نلعب ضد الوقت، ماذا بينا باقل نهار على خاطر بزيد نهار بزيد مشاكل بزيد صعوبات معنا صحيح. فنهار بحسابه يعني نهار بحسابه على مستوى على عديد المستويات. لكن تخلقت بيناتنا فما كل لحمه اللي بيناتنا وكل محبه وكل التفاف حول المشروع، ممكن هذاك هو اللي وعديته هنا يعني اللحمه ديك تعدت اي يعني في اقصى الظروف اللي تعدت لنا كنا نضحك وكنا نخلق منها ضحكه وكنا عاملين تقول انت في ميسيون في مهمه احنا في مهمه ويلزمنا نقوم بالمهمه بتاعنا، جنود مكلفين بمهمه يلزمنا نقوم بالمهمه بتاعنا. حلقة 2 الضفة الأخرى على الوطنية الأولى 20 حلقة معناتها تعدي وفيسة، فما الناس قالت مصاب يقعد حرقة معناتها مازال موجود مصاب هاي بيصير مصاب حتى احنا مصاب. انا نهارت لي كملت التصوير بتاعي ما صدقتش اني انا كملت التصوير بتاعي، اصلا ما قبلتش اني انا كملت التصوير بتاعي مع روحي معناها ما قبلتش. استنست اشمعنى كملت التصوير معناها باش كملت كور واحد كم خاصة انه التصوير مازال تقريبا اسبوع وقتها بعد ما كملت انا. عرفت بالسباته اكلي ماتش مصيري وجوار تخرجوا في 4 ساعة الاخرانيه معناها فهمت كليب ديك في روحه معناها علاش تخرج فيه فهمت، رغم اللي هو بين زيد الماركي اي رغم اللي هو هذاك هو معناها ال هاني قلت لك لانه الحرقه بالنسبه لي انا هو مشروع خلينا نقولها هو مشروع وطن اكثر منه مشروع فن، يعني
فما 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 رسالة فما فما حاجة ندافع عليها مع بعضنا فما فما ريسك زاد لعبناها راه للآخر معناها خاطر أنت تحكي في موضوع اللي بالحق في ريسك راه في ريسك خلينا نقول على جميع المستويات معناها المسؤولية زاد أنت كيفاش باش توصل في نفس الوقت أنا مطالب إني نوصل دمعة الأم اللي قابلناها وحكينا معها واللي عندها 11 سنة ما شافتش ولدها وفي نفس الوقت أنا باش مطالب باش نوصل زاد ديسكور زاد يلزم يوصل على مستوى عالي معناها اللي تحب انت سياسي اللي تحب بيانسور اي بيانسور هو في حاجات زاد فما حاجات لازم تتعدى فكيفاش تتعدى بروح الام هذيك اللي فاقده ولدها وبوعي الفنان اللي يحب زاد يوصل اهداف معينه واللي يحب يطرح اسئله حقيقيه واللي يحب يعمل مرايه قدام المسؤول ويقول له هاي الحقيقه شنية وخاصه في تناول الحقيقه التاريخيه خاطر فما حقيقه تاريخيه راه كي نحكيوا على الحرقه معناها فما من عام 86 انت لهنا فما حيثيه تاريخيه زاد ماهيش قاعده تتكرر ماهيش قاعده تحكي عليها معناها صحيح بالحق معناتها ولينا برشا رسائل معناتها سورتو سيكونس نتاع اللي دارت برشا باش نحكيو عليها من بعد شويه سيكونس المحكمه جبت لي على الكوره بلغه الكوره بهذا برميلي شنو كان البوست نتاعو في حرق الهدف راس الحربه ممكن الجازون ترى ممكن الارضيه لا مش بالمعنى هذا مش بمعنى الضخامه نو مش بمعنى التضخيم تهزيت في اخرى هزيتك الأرضية يعني. لا هزيت اي مش الأرضية بمعنى نو 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 يعني قلت الجزام بمعنى انه خلينا بجورد اي لي بوست ما نعرفش ريجيسور نعرفش الكل نحاول الكل نحاول انه كل واحد منا كان يحاول انه يكون الكل حضبه جول كورنا شكون صمام الدفاع اكيد لسعد الوسلاتي لسعد الوسيت اللي يعدل الموجه واللي يعدل حتى هالشحنه هذه خاطر الشحنه هذه زادك تسيبها ساعات نجم تهزك في ثنائي غلطه يعدل حتى الشحنه معناها هو اللي كما قلت لك يخدم الموتور ولكن يعرف وقت زاد يعدل الشحن زاد خاطر تقول لك دخلنا في شحنه ساعات فهمت اللي تنجم ما تكونش مدروسه وقت تدخل في حاله انفعاليه تولي كنت تعامل بالانفعال لسعد الوسيت هو اللي كان يدوزي بنك البدلاء اللي اعطاوا روح اخرى اللي كانوا موجودين معناتها معاكم في الجزء الثاني ما كانوش موجودين مش بنك البدلاء مشينا في ايوه ما سميوش بدلاء انا لا معناتها اللي كانوا انتم معناتها الرونترونيت اللي موجودين خلينا نقول اللي كانوا عاطينا احنا الفرصه ووقت سافونا تعبنا شويه جاوا يعاونوا فينا نخير طبعا اعطاوا اضافه اكيد 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 شوف خاصه انه مش اي اسماء انضافوا بصراحه معناها شوفكم نقول منى نور الدين شو نقول لك معناها انا قلت مره اخرى ونعاودها معناها كي تحط اسمها فقط في الجينيريك هو اضافه فقط معناها ما غير حتى بتظهر معناها مدرسه المراه معناها ما تنجمش تقدم اضافه حقيقيه وللاسف الشديد ما كانش عندي معها دي سيكونس بطريقه مباشره معناها احمد الحفيان هو في الحقيقه كان المفروض يكون معنا في الجزء الاول ولكن لاسباب وقت الكورونا وما نجمش يجي فتقول احمد الحفيان معناها تقول اضافه طبعا مثل ما ينجم كان يقدم اضافه كبيره زاده كيف انا زاده تحرمت للاسف انا ما حطني فيك الحبس وسكر عليا معناها حرمني منه من الكل برشا كنت تقول فتحي العكاري معناها الرجل المسرح معناها اللي معظم اللي ريتوهم ممثلين هذوك كل التلمذ على يديه معناها صحيح فإضافة كبيرة ياسر معنوية وحسية وروحية وتصور معناها خلينا نرجع لحكاية شو اسمه الماتش في الدقيقة 90 تلقى الانترنور بتاعك هبط يكور معك ما تنجم كان تاكل جازون معناها في الأخر آخر حلقة باش توصفوا المشهد هذاك الأخراني بتاع المرواح هو فرضيه من الفرضيات بس كانت نجم تكون فرضيه اخرى قاسي جدا خاصه انه في 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 ميلونج راه بين الانساني والفني اذا كنت لاحظتوا معنا وجود لسعد الوسلاتي معنا كمخرج قاسي الايماج كيفاش قريتها مع هذا هاني تصور القراءه نتاعك معناتها تنجم تكون مخالفه على بعض القراءات الاخرى هاني قريت هاني قلت لك انا اذا كان نقراها فنيا يعني في اطار المسار الدرامي الشخصيات في الاخر كلهم هاو الباركور الكل شنو معناها سي هل الجنه الموعوده هذه كلها طلعت خراب فراغ ما فما حد شيء رجعين في الاخر هم رجعين للبلاد ولكن رجعين في وضعيات سلبيه خاطر رجعين باش يتحاكموا معظمهم معناها
يعني مش يخسر جزء من عمره وباش يكمل يخسر جزء اخر من عمره في نوعية من الذل في نوعية من الذل معناها من الانكسار. انسانيا كما قلت لك لما الممثلين هذيك مع المخرج اللي راجعين وكانه كل الحمل على كتافنا كملناه سلمناه للعباد توا. انا سميتها مشهد تشييع الجثمان. هو مو الحكايه كيفاش هي، مو انا كنت اتعامل مع الشخصيه خاصه وقت مرحله الاعداد انا سميها مرحله المخاض. وماذا بي عرفتك اللي كل مره الحبله بالضبط ماذا بي ناكلوا ماكله باهيه وكذا ونجهز له معناها كل شيء باش يكون في صحه جيده على الاخر. اثناء التصوير هو مرحله الربايه بتاعه كيفاش نربيه انا باش يكون نموذج جاي البيبي وقاعد تربي فيه قاعد نربي فيه هذاك اثناء التصوير كيفاش انا نربيه باش يكون مواطن صالح كوان. واضح. اثناء الفرجه اثناء البث هذيك انا نستنى في ردود افعال الناس باش يقولوا لي ولدك مربي متربي ولا به وعليه ولا به وعليه. واضح. ولا وفاء البث هو مرحله تشييع الجثمان سي اصبح من الماضي معناها اصبح من الماضي طبعا المسلسل من الماضي حكي ولا حاجه من الماضي الشخصيه اصبحت من الماضي فهو حاجه منك من روحك من ذاتك بيسير خاطر المهنه بتاعنا مش مهنه صناعيه انا نصنع من عرش انا الدبوزه هذه تنتهي غدا نصنع واحده اخرى نو حاجه اعطيتها من روحك اعطيتها من ذاتك اعطيتها انا قداش خذا منك صاروخ خذا مني جزء كبير خذا مني سنوات صاروخ خذا مني سنوات معناها شوف الحكايه الزمن الذهني راهو اكبر برشا من الزمن المادي اذا كان خدمت على صاروخ 6 شهور فراه في الحقيقه خدمت عليه 60 سنه معناها خاطر انا نمشي له بمعرفتي ونمشي له بتجربتي ونمشي له تجربتي تقول انت الفنيه وتجربتي الانسانيه زاده نمشي له بالشارع نمشي له بالعباد نمشي له بالاحداث اللي عرضتني نمشي له بحاجه قريتها نمشي له بمشهد شفته في الواقع في الدنيا نمشي له بالام قلتك اللي قابلناها وتبكي على ولدها نمشي له بال بال بال, 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 بال بالمهاجرين اللي رينام في ايطاليا كيفاش في الحاله اللي هما فيها نمشي له بهذيك نمشي له بالمسؤوليه نمشي له بشحن نمشي له بعينين الناس نمشي له بالميساج اللي جاوني عمناه واللي يقولوا لي قلتنا وراك كذا وراهم ما نعرف شنو نمشي له بهذاك الكل نمشي له بكلي بكينونتي بذاتي بروحي نتعامل معها بكل احتراز خاطر عرفت حاجه فراجيل ياسر معناها نخاف في اي لحظه تطيح تتكسر مسؤوليه نحاول اني نكمل حتى النص ما نسميه انا السيناريو المنقوص لانك انت تشوف اليوم في مشهد غدو تشوف في مشهد انا نفكر في بيناتها انا نحاول نبحث حتى فيه ايش عمل البارح كيفاش القد عرفت ما حاجات ممكن ديما تثير ممكن حتى لكن انا نمن بها انا مثلا نفكر حتى نزعم شنو حتى نزعم شنو الماكله اللي يحبوا شنو الماكله اللي يكرهها شنو اللول اللي يحبوا شنو اللول اللي يكرهوا نحاول اني نعيش الجزئيات بتاعه كبشر خاطر الثقافه الحقيقه والوعي الوعي راهو بتاعنا مش مكتسب كم المعارف انا ككائن كل كائن فينا ككائن يعني كفعل ثقافي وكائن ثقافي هو مش كامل المعارف بتاعه هو من عائلته هو من امه هو من حومته هو من مدرسته هو من محيط هو من 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 حاجه صارت لي تو في ثنيه وانا جايك هو من هالتفاصيل هذه بتاعنا كامل بيان سور فانا نحاول نبحث في التفاصيل هذيك اللي انت ما تلقاهاش في السيناريو تحاول تبحث فيها لانه الغايه الاساسيه بتاعي اني نحب نفهم هالشخصيه هذيك كيفاش تفكر ونتبنى الفكر بتاعها لانه اثناء التصوير لابد انك تتبنى الفكر بتاعها باش تدافع عليها اهم حاجه بالنسبه لي بقى ايش باش يلبس ايش باش تلبسوا ايش باش تماكيجوا وين باش يقعد باش يقولها واقف باش يقولها قاعد باش يزيد يهتوى باش يغزر على اليمين باش يغزر على اليسار هذا ما يعنيني جمله هذا يجي في اللحظه ان فوا انت تولي تفكر كيما تفكر الشخصيه تاكل شيء يجي صحيح واضح به السين او السيكونس اللي دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي السين اللي موجود فيها في المحكمه وعطيت السبيتش هذاك او الديسكور هذاك معناتها قالوا لي انك تخمرت قالوا لي انك التكست هذاك صحيح لكن فما حاجات زدتهم وحدك وتخمرت صحيح ولا شوف معناتها خذيك المشهد وخذيتك الكلام وبين السطور وسرحت صحيح ولا الى حد ما بون بالنسبه للنص كان من القلب معناتها الحاجات اللي قلت اكيد هو كل حاجه كل غزره زي ما تكون من القلب بالنسبه للسيكونس هذيك بالذات هي تقريبا من اخر السيكونس اذا مش اخر سيكونس تصور طويله خاطر ولزمها برشا
وطبعا كيما كيما معظم السيكونس ولهنا نوجه تحيه كبيره برشا لعماد الدين الحكيم والاسعد الوستاتي اللي فما علاقه بتاع ثقه كبيره برشا لدرجه انه معناها اعاده صياغه السيكونس او مقترحات او كذا يقبل منك معناها ولهنا هذا معناها سيناريست واثق من الشيء اللي يعمل فيه لانه في نهايه المطاف مش قران كريم اللي كتبته انا المهم هاو المعنى بقى اذا كان انت تلقى راحتك باش تقولوا هكا واش تقولوا هكا واش تبدل واذا عندي حتى مقترحات حتى خارج المعاني الموجوده حكينا فيها وفما حتى بعض المقترحات اللي تزادت ويعني فما علاقه تفاعليه من قلت لك مع هذا مهم هذا مهم هذا مهم برشا مش اللي كاتب كلمتين وخايف عليهم تقول مانيش جوال انا باش تصب لي ونقول برشا ماريونات انا شريك انا شريك معك فوقع تعديل في حاجات وعملت انا مقترح بتاع صياغه ومعنى اقترحته على الاسعد ووافق عليه به الساعه هي المفاجاه الاولانيه انه وافق عليه قبل التصوير خاطر انا ماشي مقترح شوفوا الان فوافق على المقترح اللي فيه تعديلات بعض التعديلات اللي في نهايه المطاف تصب في الشيء هذاك معناه في المعنى هذاك فالمسؤولية زادت خاطر نعرف شنو موجود في المقترحات المسؤولية زادت صحيح كان فما شيء من خلينا نقول مش تخميرة مي ممكن فما شيء من التوتر اللي أنا نفهمه من موقع المسؤولية حقيقة خاصة أنه زاد على مستوى تقول أنت الحرفي كيفاش ما يلزمنيش نعاود نفس السيكونس أو بنفس طريقة الأداء اللي صارت عملية خاطر عندي وصارت السيكونس زاد في التشانترو في الفعل بتاع معناها الأداء الخطابي أما اليوم مش يكون في الأداء الخطابي هذاك يكون في أما مش كيما في تشانترو كيما في محكمة في إيطاليا فوالا معناتها الإطار الزماني تبدل وإطار المكاني تبدل هيك علاش تخاطب في ناس معناتها في بلادهم قدام القضاء نتاعهم معناتها كل معناتها الميساج معناتها ينجم يكون أقوى برشا طبعا هيك علاش نوعية حتى نوعية الأداء مش تكون كيف ثم ثم رسائل وثم ثم تقول انت ثم خطاب ثم كتابة خاطر انا راهم السيناريو تكتب على ثلاث مرات الكتابة الاولى بالقلم عند السيناريست الكتابة الثانية عند المخرج بالكاميرا والكتابة الثالثة عند الممثل بالاداء فما كتابة انا زاد موجود ذاتي فما كتابتي انا ما يلزمش تطغى على كتابه الصاروخ على شخصيه الصاروخ بمعنى انه فما بعض المعطيات يلزمها تتقال بلسان الصاروخ ما نجمش نعطي معطيات بلساني انا فهمت ما نجمش الصاروخ مثلا يحكي لك على التواريخ يعني ما نجمش نظهر الصاروخ في السنه ذيك كشخص مثقف مش مثقف هو فهمت يعني كيفاش انت المعلومه على اهميتها وانت تحكي على الباركور بتاع الحرقه خاطر احنا حكينا على الباركور بتاع الحرقه راه حكينا على 86 ما سميناش التواريخ لكن حكينا من 86 وقت تعملت الفيزا وحكينا بعد 95 وقت اللي الملف بتاع الهجره الغير النظاميه تحط في الملف الامني بتاع الاتحاد الاوروبي ولا وقتها طردوهم وحكينا في هذا الكل ومن بعد حكينا على الانتقاء اللي ولا صار معناها للنخبه وغيره هذا الكل حكينا فيه هذا لكن لازم يتقال بمنطوق بالجارغون تاع الصاروخ فوالا بالديكسيونير بتاع الصاروخ صحيت اي فكيفاش زادك المعادله هذيك كيفاش لازم تتقال وفي نفس الوقت هو كما قلت انت الفضاء زاد انت في محكمه وكذا فالاداء كيفاش لازم يكون فهذا بيان سور كله كانت مسؤوليه كبيره برشا وتمشي على خيط رفيع معناها كيفاش هذا كله لازم يتعدى وفي نفس الوقت نحب نعدي الشحنه زاد خاطر انا يهمني زاد نعدي الشحنه للمتقبل والفضاء ما يسمحلكش باش تعمل لك الشحنه الخطبيه الكبيره برشا فكيفاش تحاول انت بالتفاصيل فوالا تخدم على التفاصيل على نفسر على تقطيع الكلام على كذا كيفاش باش انك تحاول تمس الشيء هذاك تقول لي تخمرت نقول لك ممكن لكن بوعي اكيد بوعي اكيد بوعي لانه انا نسمح للشخصيه ان تتخمر مي انا المانيبيل الشخصيه فهمت تقول له وقت يزمني نوقف نخ خاطر لازم ثم وعي زاد انا عندي دي كادر موجودين عندي كاميرات عندي يعني لازم نعرف قداش نغزر نعرف قداش كذا اذا ما تنجمش تحكي على التخميره في المطلق تخميره فنيه هي التخميره تقول انت قصديه انا نعطيه الاوردر ونقول له سي صاروخ شيخ روحك توا اما هاك محطوط في كادر في كادر بيان سور كنت تتوقع النجاح نتاع السيكونس هذيك وقت اللي تصوروا فيه او وقت اللي تحضروا فيه انا على فكره انا ما كنتش راضي برشا على السيكونس عليه ما كنتش راضي على خاطر حبيت نعودها حبيت نعودها وتوترت شويه وقع شويه وقت حادثه بسيطه هكا وترتني شويه اثناء التصوير يعني حاجه بسيطه هكا فما تليفون نقص وما نعرف شنو من فيجيرون ما نعرف شنو الحاسي اللي فما حاجه خرجتني شويه من الحكايه ومن بعد هذا في الفيرسيون الاولى ومن بعد عودنا انا في يقول لي باش نعاود يا اخي الاسد ما خلينيش نعاود قال لي لا صباح هذاك هو جيست باش نبدل الكادر تو مشير الاخرى فرقت محروق معناها نحب نعاودها انا مادابيا نعاودها معناها هذاك مقترح اقترحته لك خلي شوف المقترحات الاخرى قال لي لا صباح هذاك هو وطبعا لهنا
وي بون كاو قال لي شنو تعاود معناها ما نجيبش مادة الكادر تو وي ولسعد عنده كل يعرف كيفاش كيما قلت لك ما هو هذا هو يعرف كيفاش يعدل الشحن يعدل الشحنه يدوز فبيان سور لانا ما عرفش من الاشياء المضحكه مثلا اني انا انا حتى نهار الحلقه باش تبث الحلقه في الليل بعثت مساج قلت له لسعد ما نجيبش نجيك تو نعاودوها فقعدت للدرجه ما كنتش راضي عليها لا مش مانيش راضي نحب نعاودها نحب خاطر ما بقاش اشبع لي انا ما هذه هي ما هذه هي انك انت تعطي هيك الشحنه الكل نتقبل على حسابك انت خاطر انا زاد نحب نعمل اخطر انا زاد اجي بزوا انا زاد حاجتي بالشحنه هذيك انا كمهذب برميلي معناها انا مش بعدش خاطر انا قسيت روحي كتفت مهذب خليته يتفرج من بعيد وخاطر لازم نحكي كصاروخ مش كمهذب وكما قلت لك عدلت الفيرسيون حسب مهذب باش نمشي معاك في الجو ذاك قالها الصاروخ ولكن هذاك هو صح قالها الصاروخ كان يقولها مهذب كيفاش يقول لا ما تعديش غير صالحه تون غير صالحه من الناحيه غير صالحه المسلسل غير صالحه للشخصيه ما لازمش مهذب يقول لا طوى كان يقولها مهذب كيفاش نجم تكون ما تنجمش تكون كيما مهذب هو الصاروخ ماني قلت لك يلزمها اما تتوافق معاه في الفكره طبعا يلزمها تتروض للصاروخ إذا ما تتروض للصاروخ كما قلت لك الثقافة الصاروخ الوعي لا معاك موافقك تو فيه الصاروخ فهني قلت لك كأنه ممكن حبيت نعاود خاطر أنا الشحنة بتاع مهذب حضرت شوية وهذا رغم أني حاولت نعس معناها ممكن الشحنة بتاع مهذب وقت حبت تحضر قصيتها باش نخلي كان شحنة الصاروخ ممكن هذاك هو اللي يخليني نحب نعاود كأني أنا قعدت عطشان معناها العبيد شبعت وأنا قعدت عطشان فلسعد قال لي نو صبا والحاجه الوحيده اللي بردتني هي الثقه في لسعد طبعا بدا قال لي صبا قلت نعرف اذا كان مش مقتنع روح خلينا نعرف وبعد ما تعديت دارت برشا الناس كل معناها حكيت عليها دارت اي الحمد لله عملت لي سيكونس اللي داروا برشا معناها من حرق اي عملت صدى كبير برشا وانا لوك تفرجت فيها قلت يا صار هيك معناها تفاجأت اي ما كنتش تصور باش تخرج هكاك به شو من الحاجات اللي شدوا انتباهك في حلقه السنه اللي شدوا انتباهي في الحرقة حرقة اثنين كم تلقي كم مشاهد فما الأكس بتاع المصاب بصراحة يعني خاصة انه بحذانا معناها في وسطنا عالم آخر في وسطنا اي ما نشوفوش بالحق معناها عالم آخر في وسطنا بصراحة يعني هذيك ما كنتش عندي فكره على الحيثيات هذيك الكل معناها في بالي بون اوكي فما مساله برباس ولا شنو اللي مي هو عالم اخر حقيقي معناها راهو هذيك بصراحه شد انتباهي ايضا ال 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 المراوحه بين المسارات بتاع الشخصيات زاد كان فيها برشا ذكاء فعلا معناها اللي عرفتك اللي ذوقه وشوقه من كل من المسارات الكل كانت فما قلبات كبيره ياسر رينا الدمعه وبعدها تفدليكه ورينا ما نعرفش الرقصه وبعدها البكيه ورينا يعني هكا الجونجلاج اللي صار هذاك مهم بصراحه المراوحه يعني المونتاج بين باللسان مهم وفي نفس جديد مقارنه بالجزء الاول هاني قلت لك الجزء الاول كان تقول انت خط درامي معناها لينير كيفاش يقولوا مستمر لهنا الكتابه خذت طريق اخر معناها هي تكتبت معناها تكنيك مونتاج كولاج فما ديسان كلها تمشي باراليل يعني عرفت كيما يقولوا كيفاش يقولوها هما كل المسار بتاع الشجره كلها غصان لكن في الاخر تصب كلها في نفس اللي هو الحرق اللي هو الحرق به حرقه اثنين الضفه الاخرى وفات الثلاثيه ثلاثيه لسعد الوسليتي وعماد الدين الحكيم اللي في تصريح له لسعد قال باش يمشي يتوجه لمصر وي شوف تحمين على باش تخسروا الدراما التونسيه ولا باش تربحوا الدراما المصريه اكيد باش تربحوا الدراما المصريه وباش تخسروا الدراما التونسيه كما خسرت غيره زاد مش هو اول واحد للاسف وهذا حقه زاد خلينا نكونوا واضحين زاد هذا من حقه هو راه مش كنسنا هو من عمداوي وانا نعرف على الاقل في حدود معرفتي ما نعرفش اذا نسمح لروحي باش نتكلم في خصوصيه الرجل ولكن في حدود معرفتي نعرف انه كانت فما مقترحات معناها مهمه جدا
خنقول مغريه فنيا، يعني نعرف رجل مسالته مش في الاغراءات الماديه بخدمه في الاغراءات الفنيه، ولكن ثم اعمال اغراءات عملاقه فنيا كانت موجوده من عمناول، وهو اجلها على خاطر حاب يكمل حلقه، حاب يكمل الثلاثيه. فمن حقه من حق الرجل ان يقوم بتجربه حاجه تفرحنا احنا كتوانسه اليوم نتصوروا حتى في الكاستينج بشي حل برشا للنجوم التوانسه العربيه، ولا يمكن لما لا نتصور معناها علاش لا، معناها كيما رينا في تونس نتصور بشي واصل على نفس المنوال. وهذا مش معناها زاد خسرناه زاد، علاش يمشي يعمل عمل عربي ويرجع يعمل عمل الاخر؟ معناها بيان سور تحيه ليه وشكرا ليه بالحق على المايسترو. حرقه واحد وحرقه اثنين كان يا ما كانش الشنفخه في تصريح ليك قلت هبله، اي نافذة الجنون هذيك، اي شيخة اخرى، لا عالم اخر، تفرهيدة اخرى جات في وقتها بالضبط، جات في وسط تصوير الحرقة، مشيت عملت صورت الشنفخة ورجعت. الشنفخة وحكاية من عمناول، يعني هو من عمناول، نذكر وقت عمناول كلمني عبد الحميد وانا وقتها في تركيا نصور في مسلسل غسق، واثناء التصوير اصلا كلمني فمركزتش مع برشا، باهي عبد الحميد قلت واش تحب توا نجي نصور معك وكاو. بالنسبه لي رغم اني ما نعملهاش هذا معناه لازم نقرا السيناريو ونقرا التفاصيل، لكن فما ثقه كبيره برشا مع عبد الحميد، وبالحق انا 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 اعتقد في جنون الرجل هذاك فنيا معناه، فما ثقه كبيره برشا. كان ما كانش بالحق نافذ الجنون، فرضيه فنيه اخرى فيها برشا مجازفه زاد راهو. انا عمناول قلت اللي عمل به، خلينا نحكي لهنا راهو ما نعرفش العباد كيفاش تحسب العمل الفني، تحسبه كامل الجانب المادي، راهو مش فقط مادي، راهو الاستنزاف الفكري والاستنزاف الروحي والاستنزاف راهو اكبر برشا. اللي عمل به كان ما كانش عمناول، كان يعمل به زوج مسلسلات راهو على مستوى كما قلت لك، على مستوى الريسك يعني زاد. هو الرجل خارج من مسلسل نوبل اللي عامل نجاح يعني كبير. برشا يقول قايل لولا انه الرجل ممن بالتغيير وعنده رؤيه وعنده تصور ومن حقه انه يجرب معناها، وفما الضمانات الفنيه الاساسيه موجوده لان الرجل يعرف ايش يعمل، ولما لا فما جانب الريسك لازم يكون موجود راه في الرب الحق، مش ديما لازمنا نعملوا كان الحاجه اللي المضمونه 100% باهي، كما نخليك 20-30% بتاع ريسك، هو العب بالريسك هذاك على خاطر الى اي مدى زاد الذائقه الفنيه عنده متقبل باش تقبل النوع هذاك. ولكن تعتبره نجح؟ كان يا ما كانش نجح؟ طبعا نجح، ممكن مش كل زعما كل النجاح اللي اسطوري اللي كان نجم يعمله لو عمل حاجه اخرى، لكنه شوف راهو كان ما كانش فيه كل، خلينا نوضح لنا الفكره، فيه كل تقول انت كل دعائم الخطورة، معناها تقول أنت يمشي بالحق على خيط رفيع جدا، معناها ممكن كل دعائم الفشل موجودة، اللي هي الطرح خاص، الليماج خاصة، التوقيت بتاعه هو أنا قلت عنه، هو يستهدف الفكر أكثر من يستهدف الإحساس، والوقت بتاعه مع شقال الفترة يعني العلاقة بتاع المواطن علاقة وجدانية بالماكلة، يعني علاقة جسدية بالأساس، يعني في الوقت ذاك مع مغرفة تشرب يحب يفكر ويقول لك شو يقصد وش ما يقصدش، رو ما تعودناش، تعودنا في الوقت ذاك نجيب لك الضحكة البسيطة، ضحكة خفيفة سنة اكسبسيونيل، يا دراما فهمت، يا دراما على الاخر، يا فانك تمشي في الضحكة هذيك المركبة الى اي مدى باش تقبلها، وهكا علاش ممكن البعض ما فهمش ومن بعد عاود فهم ومن بعد قعد يجادل في الحكايه، ولكن مع هالريسك هذا الكل ويحقق النجاح اللي حقه. فطبعا كيفاش ريت الاسقاطات اللي موجوده؟ اسقاطات من الحاجات اللي تصير لنا، اي ولا يخدم على الكتاليتي معناها، ولا يخدم عباره هو حسب معناتها عبد الحميد واللي كيب الكل كان بحذايا جهاد زاد الشيرني، قال لي في الاتوليه نتاع الكريتور معناتها يكتبوا في الحلقات والاحداث قاعده تصير، معناتها فما احداث صارت في البلاد حرقت لهم حلقات، اي فما حاجات كتبت قبل ما تصير، قالك بيزار صارت لنا حاجات كتبت قبل ما تصير. سيزان نذكر فما حلقه وقت عبد الحميد هبت استاتيو قرر اللي صاير ثوره رايت كتبت قبل ما يصير الشيء، معناتها باش من بعد ما تقولوناش وحد كتشوف زمنيا يعني زمن التصوير زمن الوقوع ظروف البلاد وسياسيا خدمت كان يا ما كانش ولا اي لا عندنا ظروف عندك كانت تكتب فيها معناها انت كتعودها برك تيجي تضحك
تعود كيف ما هي ديجا تقتل الضحك معناها الاوضاع اللي قاعدين نمروا بها كي انت كنت سرده هي سرديه معناها تقتل الضحك به مع زيدي مع زيدي تكون على على لسان الممثلين هذوكم جهاد و و جهاد وسيف وسيف و... وعزيز وعزيز لا عطولي تقتل الضحك به. حاتم بالحاج كان لي تصريح في موزايك مع هادي قال انه فما مشاهد تم سنصرتها من التلفزيون الوطني هو ادرى بهذا اليوم كيفش في 2022 بعد الثورة ما نعرفش بعشر سنين 11 سنة يتم صنصرة عمل تلفزي فما فما حسب تصريحه هو ما نعرفوش شنو بالضبط الحاجات اللي تم صنصرتها اليوم كيفش ترى حاجة كي معك شوف كل شيء يبدو لي أن عبد الحميد قال لا بعد ما نعرفش أنا بصراحة ما عندي فكرة كبيرة يبدو لي عبد الحميد قال لا راه ما قاعد صنصرة ما نعرفش يبدو لي هكا سمعت مانيش ثابت من من مصدر شوف انا ناخذ تصريح حاتم على محمل الصدق طبعا فمش على شيء صراحه بده تصريح كامل بالغلط وحاتم مش مكن نوع اللي مش لوز على البوز معناها مش الحكايه من الملحيط اكيد انا ناخذ على محمل الصدق بقى الحيثيه كيفاش تسنسر بالحق انا نقول بلكشي بلكشي في المونتاج تنحط حاجه ويبدو لي مش حاجه كبيره زي هو حاتم صراحه قال مش حاجه كبيره لكن معناها واللي سمعته معناه انه فما حاجات تعدي اقوى برشا معناها اي برشا حاجات حاجات تعدي اقوى برشا معناها صحيح يعني اذا كان فعلا وقت تصنصير هذيك صراحة بقوسين غباء معناها ثم حاجات أخطر معناها تعديت أخطر بقوسين معناها أخطر معناها عندهم أمباكت أقوى طبعا طبعا وخليني مش معك أكثر حتى على مستوى البشراتية معناها واضحين معناها علامات واضحة فغباء إذا كان بالحق وقع تصنصير هذيك زعما زعما سيئة نظفت معناها مش عندك بتنظم شنو تنحي الكل معناها إذا كان أنت عندك الوعي ذاك تنحي الكل ما نعرفش ما نعرفش الحيثية بالك شي في المونتاج بالك شي بالك شي حاجة ما نعرفش واضح به دراما مي على كل حال اذا كان وقت العمليه طبعا نجم نكون كان رافض ليها بيان سور معناتها الكل حتى احنا معناها كاعلام معناتها اليوم ما نحبوش السنسور معناتها اليوم اي عمل فني يستحق انه يتعدى نقشوا ما نسنسروهش به دراميا سنة فاش تفرجت معناتها لا والله ما زلت ما تفرجتش حقق الحق معناتها تفرج في كاني ما كانش تفرج في الحلقه بالاساس خاطر يجيو تقريبا فرد وقت معناها فما تنجمش تتفرج في كل شيء واصلا حتى الحاله النفسيه اللي يكون فيها ما تسمحليش باش نتفرج في حاجات اخرى كنت نبدا مركز ومستنى ونحب نشوف لكن شفت هكا بعض الحاجات ممكن باه باش نقترح عليك حاجات احنا الجمعه الاخرى تاع رمضان والعمل الكل تعديت شكون تعتبره افضل ممثل سنة ما نجمش نقيم لهنا وانا ما تفرجتش في الاعمال برشا ممثلين كانوا حاضرين بحضايا رشحوك كافضل ممثل بارك الله فيك بارك الله فيهم بارك الله فيهم انا حبش نسمي باش خاطر ننسى بارك الله فيهم انا ما نحبش ندخل في في حيثيه ذي افضل وما افضل راهو حتى اذا كان افضل ممثل راهو افضل ممثل في ذاك الدور باه شكون عجبك مش شكون اكثر ممثل عجبك السنه عجبهم هذا برميلي لا فما 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 فما, فما وجوه تقول انت جديده فما افضل وجه جديد شباب بصراحه انا بشسلك على الوجه الجديد ممكن اهتميت لهم هما اكثر مثلا العلاقي قصي العلاقي يعني الاداء بتاعه كان جميل حقيقه كان مقنع جدا معناها بالحق كان مقنع و برتو عمره ما عمل مسرح وعمره ما مثل عمي لا لا تجد في النهر ما لا تجد في البحر معناها فمش انا ماني ضد في المطلق راهو انا ديما نقول راهو اذا كنت تحب تواصل في المهنه دي لابد ان تمر بالتكوين المسرحي اذا تحب تواصل لك راهو على كل حال انا خلينا نحكي على الشخصيه انا ما نعرفش الرجل ما قابلتوش في حياتي ولو مره معناها ما نعرفوش معرفه شخصيه نقصد أنا شد انتباهي في أدائه حقيقة شد انتباهي في أدائه يعني رغم الأداء راهو الشخصية بتاعه كانت مركبة مش سهلة معناها وفيها كل احنا نسميه عيب الصوت هذاك اللي نحكيه عليه يعني كيفاش تقنع به وكيفاش كيفاش حقيقة نولي أنا ساعات نتفرج وكاني ننطق في بلاستيك نحب نكمل الكلمة في بلاستيك فتعدى لي صدقته حبيته ولا انا هكاك راهو نحبه ولا ما نحبوش انا حبيته في الكادر فما ياسمين بوعبيد زاد من عمداول مش من سنة فعلا ممثله استثنائيه فعلا ممثله استثنائيه عندها 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 طاقه بتاع صدق رهيبه جدا تقريبا هذوما خنقول انا في ياسمين من عمداول خدمت معنا مش كان سنة لكن هذوما تقريبا اللي شدوا انتباهي بصفه خاصه
وطبعا كل ممثلين تقريبا معناها كي تحكي على رياض حمدي, كي تحكي على احمد الحفيان, كي تحكي على فتى العكاري ما تنجمش تقيم, ما تنجمش تسكت. وجيهه على لا منى نور الدين شنو انا بالحق معناها تعملين نقيم منى نور الدين معناها لازم كان نسكت ونتعلم. تحيه لهم الكل. ما هذا برميلي, شكرا على تلبيه الدعوه, نتمنى لك برشا توفيق. يعيشك وبالحق معناها محلاه الحوار معك. ما هذا يعيشك, يعيشك كل الشكر سهيل. انا فعلا كما قلت لك في اول حوار انا سعيد سعاده خاصه بوجودي معك. شكرا. لاني نحترمك ونحترم نحترمك لانك تحترم ضيوفك ولانك حقيقه يعني تقدم في مادة عالميه راقيه وهذا مش حاجه معي. شكرا لك بورتو سيبو فيا على نيني نيني جبتو مان وتلوي تجيب فيه. شكرا لك على كل حال. لا لا بالله قص انا والله يضحكني والله 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 لا حتى الدرس انه اثر فيا صار نيني 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 نولي نيني وحدي. يعطيك الصحه مهذب برميلي. شكرا على تلبيه الدعوه. نخلي الكلام ختام, شو تقول للناس اللي تبعت صاروخ واللي تبع فيك مهذب؟ نقول لهم الساعة بقية رمضان مبروك وعيد مبروك بالمسبق. شكرا على التفاعل, شكرا على الصدق, شكرا على كل شيء, شكرا على حتى اللي نبروا راه, وشكرا على التنبير. ما يقلقنيش بكل ولا ما نجم كان نقف كل إجلال وتقدير واحترام لأي واحد عمل تفاعل مع العمل ومع الشخصية. حاولنا بقدر المستطاع, أكيد هو عمل بشري فيه القابل للنقد, فيه كيما وفقنا في عشرين ما وفقناش في شيء, اكيد كان بالامكان افضل مما كان اكيد جدا. بقى حاولنا في الاطار الممكن زادة ان نكونوا فقط, شوف انا عندي مقياس واحد, ان اكون صادقا مع ذاتي ومحترما للمتقبل, هذا هو اهم مقياس. هذا هو. شكرا لك مهذب برميلي على تلبيه الدعوه. ميرسي مريومه, ميرسي سيف طرابلسي في تامين اللايف ستريمينغ. تو سويت يجيكم في الدين الكريفي في اخبار ال11.